عمار صاحب مؤسسة مختصة في البناء والأشغال العمومية اضطر إلى توقيف مشروعه، مشروع كان من المفترض تسليمه أواخر شهر نوفمبر الفارط، غير أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على هكذا مشاريع، حيث اضطر هذا الأخير إلى توقيف أشغال البناء. Effectivement, le chantier est à l'arrêt depuis le 30 octobre 2016. Bon, le personnel, on l'a pris en charge pendant trois mois et puis on l'a libéré. On ne pouvait plus le prendre vu le manque de financement et la situation financière de la société. Comme vous constatez, il y a du matériel qui est immobilisé. Donc le maître d'ouvrage nous a délivré une ODS d'arrêt. Pour lui, peut-être qu'il a réglé le problème. Pour l'entreprise, le problème est toujours n'est pas réglé. واقع مر يعيشه عمار وأمثاله، خاصة وأنه أجبر على تسريح العمال وتكبد خسائر كبيرة، الأمر الذي ندد به الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بولاية بومرداس. العمل الجزائري ما لازمش نحبسوه، ما لازمش نحبسوه، وكان بعض المقاولين راهم حبسوا من العمال، وكان بعض المشاريع راهم حبسوا، راهم يمشيوا بار إتاب، يعني با قدام با. هذا هو الشيء اللي ما نقبلوش حنايا، ما نقبلوش هذا. يعني تكون أنا من طرف الدولة، والدولة الدولة تكون أنا من طرف الدولة، وتكون الدولة لازم تكون في التيرا، تجي الولايات تشوف هذه المشاكل اللي راهم عند العمال، عند المقاولين، علاش؟ هذا هو المشكل اللي أنا نعاني منه اليوم. مشاريع وقفت وأخرى لم ترى النور بعد، ليبقى المقاول اليوم يصارع بين الديون المتراكمة على عاتقه وتعصف السلطات الوصية التي ترفض تسوية وضعيتهم بحجة غياب الأموال.